الصور دي اول صورة على الشمال قبل ما يعمل، على اليمين عملنا له ودقنا له فيها الاس ام بي، خلينا نقول عليها بقى اس ام بي سكالب مايكرو بيجمنتيشن، نقط سودا صغيره جدا اتحطت جوه الجلد مش على الجلد من بره، بحيث انها تدوم ما تتشالش تاني. الصوره اللي بعده هنشوف الصوره اللي جايه دي، واحده ست عندها حته خفيفه فروه الراس. طب نعمل ايه فيها؟ ما عندهاش شعر يزرع، ولا عندها امكانيه تزرع، ولا مثلا معاها فلوس، ولا يعني عايز اقول مشاكل كتيره، يمكن الزرع ما ينفعش اصلا. فبنيجي عاملين ده، نملى الحتت الفاضيه دي بنقط سودا جوه الجلد. اللي بعده، يمكن اللي بعده كمان، شوف الراجل ده كان ما عندوش شعر خالص. دلوقتي على الصوره اللي على اليمين بعد ما اتعمل له التاتو اللي هو اس ام بي، اتعمل بطريقه بروفيشنال واتعمل بطريقه باين ان هو طبيعي، ما يبانش اكنه واحد حالق شعره لكن مش واحد اصلع. شوف هنا الدنيا اتملت ازاي، الفراغ الوسطاني ده كله. ممكن ده يكون عمل زرع قبل كده والحته ما جفتش، او عمل زرع ولسه الصلع بيزيد، لسه في شعر، واحنا عايزين نداري الحته اللي باينه من فروه الراس دي بطريقه دائمه من غير ما يعمل عمليه. فده هو الاس ام بي في حكايه فروه الراس. اللي بعده نفس الشيء، هو نفس الراجل نفس المريض بس من قدام. اللي بعده دي صورة مش بتاعت اس ام بي بس محطوطة بطريق الخطأ. واحدة اللي على الشمال دي بعد ما زرعت الشعر بثلاث أسابيع، التانية بعد 3 شهور، التالتة بعد 6 شهور. بتبين للناس إن النتيجة مش بتبان غير مع الوقت. هي كان عندها حتة خفيفة أوي من قدام وعملنا لها زرع الشعر فبانت قد كده. ده اللي أنا كنت عايز أقوله لحضراتكم، إن النتيجة بتاعت زرع الشعر حلاوتها إن ما يبانش إنها عاملة زرع شعر. فالناحية اللي على اليمين خالص دي هي صورتها بعد ما بات أكتر من 6 شهور على الزرع. اللي بعده أهو ده واحد تاني برضه بنفس الطريقة، عمل زراعة شعر قديم على الشمال، الصورة اللي على الشمال بالطريقة القديمة، خصر البعيد عن بعض، وبعدين كان عامل الزرع وهو سنه صغير. فلما كشف الشعر نتيجة إن الصلع تقدم، كشفت الحتة قدامية تاني، فصلحناها بزراعة شعر حديثة بطريقة إيه؟ الاقتطاف. نرجع تاني للإس إم بي، الصورة اللي بعده. شوف الراجل ده على الشمال صورته ما عندوش شعر كافي وزرع قبل كده والنتيجه مش عاجباه. نعمل ايه؟ رحنا عاملين له الاس ام بي. الاس ام بي اتعمل اللي هو التاتو المايكروسكوبي لفروه الراس باستعمال التاتو الطبي. عملنا هذه النتيجه اللي هي تبدو طبيعيه تقريبا. دي اصبحت موضه النهارده سنه 2016، بتعالج حالات كتيره قوي. زي ما هنشوف الصوره اللي جايه كمان مهمه جدا. دي طريقه دي لما نكبر الصوره، شوف النقط السوداء دي موجوده في وسط بصيلات شعر خفيفه، او شوف قد ايه رفيعه وقد ايه دقيقه وقد ايه جوه الجلد، بحيث ان انت لا يمكن تقول ان ده تاتو، اكنه شعر مقصوص، اكنه شعر محلوق. اللي بعده او ده نفس الشيء، الراجل ده عنده حته مكشوفه خالص ومش عايز يعمل زرع، او عمله ما مش عاجباه، او من اللي فاضل عنده مش كفايه، او هو اصلا مش ناوي يعمل زرع. خلاص هنيجي في وسط فروه الراس وندي اللون ده بدرجات مختلفه، بحيث ان احنا نحطه بشكل طبيعي تبقى الصوره اللي على اليمين اكنه زارع شعر. شوف الصوره اللي بعده دي مهمه جدا، واحد عامل شريحه شكلها وحش جدا، المكان بتاعها باين من زمان ومش قادر يحلق شعره شاير زي ما هو عايز، وكل ما يحلق شعره بتبان، او يروح يعمل عمره او يعمل حج وتبان باينه بشكله فضيحه. فبتتعمل ده الاس ام بي، بيملى الفراغ اللي موجود مكان الجرح اللي اتعمل، والصوره اللي على اليمين تبين لك شكله بعد ما عمل الاس ام بي. نتيجه هايله. شوف اللي بعده دي، شوف ازاي نفس الشيء، باين خط، هو عايز يحلق شعره قصير الراجل بس مش قادر، نتيجه ان الخط ده باين، وان السرعه على اليمين بعد حاجه اتعملت في حوالي ساعتين من الاس ام بي في طريقه في مره واحده وخلصت وبقت زي الفل. شوف اللي بعدها كمان اكبر واكبر، شوف الجرح شكله ازاي بشع، معموله ايام ما كان الزرع بيتعمل بالطريقه الغلط، مش طريقه الشريحه، طريقه الشريحه معموله غلط، متاخده في مكان وحش والجرح شكله وحش. لما هو على اليمين اديناله الاس ام بي اختفت، بقى شكله طبيعي، يقدر يعيش حياته بصوره طبيعيه. ودي الطريقه نفسها بتتعمل بالجهاز ده، بتاخد في وقت معين بتتعمل. شكرا يا هشام على الصور. اذا الاس ام بي هو تقنيه جديده اتحطت بقت في مجال الدكتور اللي بيزرع الشعر، يقدر يستعملها لتحسين النتيجه ولصلاح مشاكل كتيره زي ما شفنا في الصوره. بتتعمل على جلسات، بتتعمل كل جلسه. تخيلوا حضراتكم ان اللي بنستعمله الجهاز ده ممكن في المرة الواحدة زي اللي كنا بنشوف دي بندق 60 و70 ألف دقة. بتاخد وقت، فبالتالي بتعملش على مرة واحدة، وبتتعمل على كذا مرحلة، بحيث ان احنا كل مرة ناخد شوية وناخد شوية، كل اسبوع كل اسبوعين،
ومع الوقت بتتملي وبتبقى طبيعية جدا وبتدوم، لأن هو 20% بس تقريبا منهم اللي بيجوا بعد سنين يقول لك احنا عايزين نتقل شوية، لكن هي الصبغة بتعتمد على نوع الصبغة، نوع جهاز، خبرة الدكتور اللي بيشتغل، إمكانيات الجهاز نفسها، بحيث ان هو يعمل نتيجة اللي احنا عايزين نشوفها زي ما ورينا لحضراتكم دي.